الهوية كانت مثل نيمة عندي. أنا كنت كل ما حدا يقول لبنان أما كذا كنت جرب أنه أهرب من الفكرة، لأنه صار عندي مثل انفصام، ما بدي أفكر بلبنان لأنه نحن كتير قضينا بالحرب. مثل ما مزار كان تأشيرة سفر من لبنان إلى أمريكا، بعد 12 سنة كان صار محمد الأصبجي تأشيرة السفر والرجعة one way ticket للبنان. شو كان وراء هالقرار؟ بكذا كونسير من اللي كنت تغني فيه حس الجمهور كيف هيدا الباب يلي بيبرم اللي بتفوتي منه تتطلعي منه ذاته. حسيت الجمهور يلي عم بغني له كناية عن هالباب، عم بيفوتوا تيفلوا. نيويورك مدينة إيقاعها كتير سريع، يعني كله عم بيركض، حتى الجمهور بيفوت تيطلع، يعني بيكون عنده شي تاني يعمله، والجمهور تاني يوم بيكون غير واحد. يعني ما بتكوني عم بتربي جمهور، يعني ما في علاقة إنسانية. وأنا بالنهاية هيدي كتير مهمة عندي طلعت، ما كنت منتبهت لها، بس حسيت أنه أنا حب يكون وسط ناس يكون عنا زيت الهموم. هلأ بسم الله بالوطن العربي هموم كفاية، ليه ما برجع؟ فأنا قلت برجع.